في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت، بعادي 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، استشارة تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. كملين معكم أعزائي المستمعين عن برنامج باكس، برنامج التواصل عبر الصور، واليوم رح نحكي عن المرحلة السادسة اللي هي التعليق. بهالمرحلة بيتعلم الطفل يعلق على كل شيء بيشوفه أو بيسمعه. المعلمة مثلا بتسأله شو شايف هون، أو ماذا ترى هنا، ماذا تسمع، كيف تشعر، ما هذا. بحب ذكر أعزائي المستمعين أنه هيدا البرنامج انعمل باللغة الإنجليزية، فيترجم لكل لغات العالم. الصور هي أي صورة فينا نستخدمها لنحطها بكتاب التواصل، بس اللغة حسب لغة الطفل. إذا عم نستخدم لغة فصحى فينا نكتبهم بالفصحى، وإذا بدنا نحكي فرنسي أو إنجليزي مع الطفل حسب اللغة اللي بدنا نستخدمها نكتبه. وإذا بدنا نعمل بس الكلمات، في حتى شفت بعض الأهالي بيستخدموا رموز مثل اللي بنكتبها بالواتساب. كمان مهم الطفل يوصل له المفهوم بشكل واضح وحسب كيف الأهل عم بيتواصلوا معه. فلما بتقله إنه شو شايف هون، بدي يقول أنا شايف سيارة، فحتى انه كيف حاسس، انه انا حاسس هابي، انه احسس حالي مبسوط، حاسس حالي زعلان، فحسب اللغة اللي بدنا نستخدمها معه، ان كانت بالفصحى او بالانجليزي او بالفرنسي بنستخدم السؤال. التدريب على الباكس بهالمرحلة كان مرتكز على وظيفة التواصل، انه بيطلب الطفل شيء بيحصل عليه. الهدف من المرحلة السادسة أنه نعلم الطفل وظيفة جديدة بالتواصل، أنه يسمي الأشياء. أول شيء ببلش يستمع، يستجيب لطلب شخص ليحصل على معلومات، أنه شو شايف هون. هاي خطوة مهمة بتنمية مهارات التواصل، أوقات بتكون صعبة للولاد والشباب ذوي اضطراب طيف التوحد. بيهدف الجزء اللاحق من هالمرحلة، لأنه المرحلة هيدي شوية كبيرة هنعملها حلقتين، نوصل بعدين لنلغي السؤال شو بدك، حتى يقدر الطفل يقوم بتعليقات عفوية. المقومات الأساسية بهالمرحلة نحضر نعلق ردا على سؤال معين. بيتعلم الطفل يجاوب على الأسئلة بأجوبة متنوعة، ما بتكون سكريبتد، مش انه حافظ الجواب، بصير ينوع بالأجوبة. كمان بصير يتعلم الطفل انه يعلق بطريقة عفوية، وبعدين صير نشتغل نحن على مراقبة تقدم الطفل وتطوره. بتقوم اول شيء المعلمة انها بدها تحضر الاشياء اللي ما بتعني له للطفل، منها مفضلة عند الطفل، وإلى صور تاعتها بنحطهم بكتاب التواصل، ونجيب شريط جملة جديد مكتوب عليه انا ارى او I see إذا بدنا نستخدم الإنجليزي. لازم تكون الأشياء مألوفة عند الطفل، ومش كلها أشياء بتتاكل أو بنلعب فيها أو من الأشياء المفضلة لدى الطفل، بس قادر أنه يكون يتعرف عليها. لازم نحط رمز أنا أرى أو I see بأول كتاب التواصل. تحمل المعلمة أحد الأشياء، نقول حملت قلم، وبتقول له للولد What do you see أو شو شايف، وبتأشر بأصبعها على رمز جملة I see أو أنا أرى. إذا الطفل ما قام وحمل الشريط أنا أرى خلال 3 ثواني، يعني قبل ما، يعني خلي عندها مساحة 3 ثواني، إذا ما عمل شيء الطفل فيها تساعده ليحمل شريط أنا أرى وتحطه على شريط الجملة، وبعدين المعلمة بتنطر 5 ثواني حتى يحمل صورة الغرض اللي فرجته إياه، أنه يشيل صورة القلم ويحطه حد أنا أرى. وإذا ما عمل هيك بتساعده
وبعدين بتعمل على تخفيف المساعدة إلا إذا قام باختيار صورة مش مزبوطة. هون بدها تعمل زيرو ويتينج، لأنه بتعمل انتظار خلصت هيدي المرحلة. المرحلة الثانية دغري أو المحاولة الثانية بتروح مثلا بترجع بتفرجيه من أول وجديد صورة القلم، بتقول له شو شايف هون، ودغري بتساعده انه يشيل انا ارى شريط الجملة، يحطه على المكان المناسب، وبعدين كمان بتأشر له على صورة القلم ليحطها مزبوط. ساعتها انا ارى قلم، وبتصير هيك بتتم التواصل. فهون بتقول له انت ترى القلم، او you can see a pen. هون المعلمة بتكافئ الطفل بمكافأة إيجابية، خصوصا بعد ما يكتسبها وخففنا المساعدة وصار مستقل فيها. بصير بتقول له برافو شاطر، وبتعطي الغرض المعروض، مثلا تقول له حطه على الطاولة أو شيء. مهم جدا أنه ما نستخدم الغرض المعروض كمعزز، أنه ما يكون إشي مثلا بتتاكل، لأنه بدنا نصير هو يميز بين وظيفة التواصل عن طريق الطلب ليحصل على الشيء هو بده إياه، ووظيفة تسمية شيء بدون ما يحصل عليه. أنه غرض ما بيعني له، بس بده يتواصل مع الآخرين، لأنه أولادنا من ذوي اضطراب طيف التوحد أحيانا كتير بكون عم يتواصلوا معنا بس ليحصلوا على إشي هني بدهم إياه. هون بكون نحن عم نعلمه أنه التواصل لنسمي أشياء، لنصير نوصل له مفهوم المحادثة، أنه مش بس نحن نتواصل لأنه جعانين بدنا ناكل، بدنا نظهر، وبدنا نروح أو نجي. حنكمل معكم المرحلة الثانية، انتظرونا بكرة أعزائي المستمعين مع راديو تموز. إلى اللقاء، كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت، بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.